الحمد لله، تشرفت اليوم بحضور بطولة العربية للتنس الطاولة. صراحة أجواء حلوة، وتفاجأت أن هالكمية من الجمهور يكونوا موجودين هنا. احنا كنا جايين هنا عشان عمل، بس أنه قالوا أنه في بطولة عربية للتنس، وإحنا من الناس اللي مهتمة في البطولة التنس، فلذلك جينا وشفنا الحمد لله حضور جميل وأداء اللعيبة متطور صراحة عن الأيام السابقة والسنوات اللي سبقت من هذا. الصراحة أنا تفاجأت بالكمية اللي موجودة من الناس والتنظيم تبعكم. يعني المنطقة هذه من زمان ما نظمت بطولات بهالطريقة، بس الحمد لله يعني نجاح إن شاء الله. حضرت كأس الخليج؟ كأس الخليج نعم، في البصرة نعم حضرناه، بس حضرت مباراة واحدة وكان صراحة من أحلى الأجواء اللي حضرناها. ما شاء الله الجمهور، يعني حصلنا جمهور بدل ما جمهورنا يجي لعندكم، جمهوركم ما قصر معانا. أنا عندي سؤال، دائما مواقف قطر إيجابية مع العراق رياضية، لو أقيمت بطولة أخرى مثلا في بغداد أو البصرة إيش تشاركون؟ طبعا لازم نشارك، اول شيء اثبات وجود، بعدين احنا من الناس اللي داعمين حق الرياضه في العراق، ولبي العراق ان شاء الله تنهض، لان العراق سابقا كانت من اقوى الفرق فيها على جميع الرياضيات اللي موجوده، يعني العاب قوه كانوا جيدين، كرة القدم كانوا متصدرين، حتى كأس آسيا كانوا متصدرين في القدم، في الطائرة، في اليد، يعني أنتم كنتم متفوقين في كل حاجة.